السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم معايا في مطبخ جيجي. النهاردة هنعمل مع بعض فيديو جميل جدا، هنعمل رغوة الكابتشينو زي ما انتوا شايفين، بتبقى بالشكل الجميل التحفة ده. زي ما احنا عارفين بقى الشتاء دخل علينا، والراعي الرسمي بقى في المشروبات السخنة في الشتاء هو الكابتشينو. احنا هنعمل مع بعض الرغوة بتاعته علشان يبقى جاهز معانا في اي وقت تحبي تعملي كوباية تكون جاهزة معاكي. وهنشوف هنجهزها مع بعض ازاي في 3 دقايق وبمقادير بسيطة خالص. تعالوا معايا نشوف المقادير. معايا فنجان زي ما انتوا شايفين، فنجان نسكافيه او قهوة سريعة الذوبان، نفس العيار بتاع النسكافيه. هنعمل السكر، ممكن جدا تزودي الكمية او تضعفيها او تعمليها كوباية كبيرة، بس بتكون بنفس الكوباية قدها سكر هي قدها نسكافيه، ومعانا نص الكمية بس مية. احنا هنجيب معانا بولة كده زي ما انتوا شايفين، هنحط فيها السكر، طبعا سكر عادي خالص اللي هو الخشن، وهنحط كمان النسكافيه، وهنحط نص الفنجان او نص المقدار مية. تمام، هتقعدي بقى تخفقيهم كده على قد ما تقدري. كل ما هتخفقيهم كده تلاقي اللون بتاعها خلاص فتح معاكي زي ما انت شايفة كده، وتلاقي القوام تقل كده معاكي بالشكل اللي انت شايفاه. هو ده المطلوب، وهي دي النتيجة الكويسة اللي احنا عايزينها. تمام، هنبدأ بقى. اي علبة موجودة عندك طبعا تنفع تفرزيها تحطها في الفريزر، هنجيبها وطبعا ننشفها كويس جدا وتكون محكمة الغلق. هنبقى ايه، نحط فيها بقى الرغوة الجميلة اللي احنا عملناها دي. طبعا احنا قعدنا نخفق فيها او نضربها بالمضرب الكهرباء تقريبا كده ربع ساعة لحد ما عملت معانا القوام اللي انتوا شايفينه ده. تمام، بتبقى جاهزة معايا بقى دلوقتي في اي وقت في الفريزر. طبعا بتكوني مجهزاها اي وقت تحبي تعملي كوبايه الكابتشينو بالرغوه الجميله دي. طبعا هتخرجيها على ما تسخني اللبن، تكون جاهزه معاكي. هنحط بقى نجرب معاكم كوبايه كده نشوف الرغوه شكلها عامل ازاي. طبعا اللبن يكون مغلي، وحابه تزودي سكر تزودي. احنا حاطين في الرغوه اللي احنا عاملينها دي حاطين فيها سكر، بس لو حابه تزودي تزودي، حابه تعمليه زي ما هو كده تمام خلاص، دي حاجه حسب ذوقك. هنحط معلقه ونقلب كده مع بعضه علشان السكر يدوب معانا. زي ما انت شايفه الرغوه علشان تقيله معانا ما بتفكش بسهوله، وده اللي احنا عايزينه. عايزين الرغوة تبقى ظاهرة كده على الوش، بتدي طعم جميل جدا. شفت الرغوة قد ايه في الكوباية؟ تقريبا واخدة ربع المج، بتبقى طعمها رهيب. اتمنى بقى النهاردة تكون الوصفة خفيفة كده وسهلة عليكم، وتجربوها كده وتقولوا رأيكم ايه. وعملنا معاها الكمية البسيطة دي، عملت معانا العلبة الجميلة اللي انتوا شايفينها دي، عاملة كمية معقولة يعني. هنقفلها كويس جدا زي ما قلت لكم، يكون غطا محكم. اتمنى بقى يكون فيديو النهاردة عجبكم، ولو عجبكم بقى تقولوا رأيكم ايه في الكومنتات، وما تنسوش بقى اللايكات والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس للكل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.